شوف الحالة اللي جاية. وقلنا المقارنة والمعيار ده كان هدفي في البداية كابتن أسامة. نشوف هذه الحالة. نشوف هذه الحالة ونشوف هل في دفع. البعض يذهب إلى أن في دفع بسيط. بس ده معيار الحكم. كابتن أسامة أنا معاك. نشوف الحالة تاني معلش معلش. تاني الحالة هنا الدفع بالإيد. إيد الشمال. حتى لو لمست. هو هنا الحكم خلى اللعب يتواصل. مودي برضه. إذن أنت ما عندكش قناعات بأن هنا في مخالفة كابتن شريف. الحالة الجاية دي مهمة جدا. طب نيجي للمقارنة التانية. هات لي الحالة اللي جاية ديت. يلا نشوف الإعادة هنا هل في مخالفة من لاعب فاركو؟ نفس الزقة، نفس اللمسة. ها؟ ها؟ هل في مخالفة من لاعب فاركو؟ هنا بنقول مخالفتين من نفس النوع. كابتن أسامة. بس هنا يا كابتن هنا موقفه خالص انه يلعب الكوره. طب يعني نبص نبص كابتن اسامه الايد محطوطه. ايوه هل هذه الايد كابتن اسامه؟ لا ودي صعوبتها في حاجه كابتن كمان. قفشه في الهواء. مش على الارض. مش على الارض طبعا. انا لا اعوذ بالله كابتن اسامه بصرف النظر هنا في مخالفه مش لا كابتن. معيار بس معيار ان هو الزقه واللمس. كابتن معلش احنا بنشوف الدوري الانجليزي ونشوف الدوريات كلها تمام. دي لا انا من وجهه نظري اللي هي بتاعت مودي الاولانيه ما فيهاش اي حاجه تستاهل. ودي الحاله ديت لا دي موقفه يا كابتن. دي موقفه. طب نرجع هات الحاله تاني. هات الحاله تاني كده يعني دي منعه. دي هات الحاله تاني يعني. طب ماشي احنا بنعمل مقارنه بين حالتين من نفس نوع المخالفه. تعالى كده هات لي هنا الايد. ده ضربه في رجله وبايده. شوف يا كابتن هنا الايد بتاعت مودي طلعت من طلعت ولا ما طلعتش؟ نشوف. خلي بالك احنا مش بنقول ده خطا كبير ولكن بقول نفس معيار هنا الدفع موجود هنا الايد موجوده. اسامه يقصد هل هذه الايد يا كابتن اسامه؟ فيها وفيها يعني في ميل وما كابتن انا همشي ممكن يعديها يعني. احنا قلنا والنتيجه هنا مخالفه يعني احتوى. ولكن هنا كابتن انا شايف برضك بمعيار واحد ولا هنا مخالفه ولا هنا مخالفه. ولو كان هنا في مخالفه يبقى هناك في ركله جزاء. أيوة. انا عاوز اقوله يعني كابتن نصر لو الثانيه ما حسبهاش يبقى دي ما يحسبهاش يبقى المعيار واحد ما اختلفش حسب المنطقه هنا في خلاص وجهه نظر. هي وجهه نظر بس انا شايف ان دي الثانيه واضحه جدا ان وقفه وخرم وتحترم طبعا وبحترم طبعا وجهه نظر ولكن انا بتكلم من منظور تحكيمي كمحاضر وكمحلل تحكيمي. انا شايف يعني ليه الاثنين يتحسبوا كابتن اسامه؟ ما يتحسبوش. يا ريت ما يتحسبوش. وبالتالي لما تحسب ديات يعني اللي هي اللمسه هي الثانيه ما في لمسه في الدفع بس.